8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff. Liftoff of Discovery. السلام عليكم. استغرقت رحلة ديسكفري حوالي 7 أيام وقطعت خلالها المركبة 4,433,000 كيلومتر، والحمد لله مرت هذه الرحلة بسلام. الواقع طلعت الإحصائيات في الفترة الأخيرة وعلمت مع الأسف أنه يقع كل يوم في المملكة العربية السعودية 89 حادث مروري يصاب نتيجتها 62 شخص ويتوفى 6. هذا شيء مؤسف ويجب علينا جميعا أن نحاول أن نواجهه. ما هي الطريقة؟ أولاً نلتزم جميعاً باتباع قواعد المرور. ثانياً نحرص على أن يكون أول شيء نسويه عندما نركب السيارة أن نربط حزام المقعد. أهمية حزام الأمان أنه يثبت الراكب في المقعد ويحميه من رد الفعل المنعكس اللي يحدث من جراء التوقف الفجائي للسيارة بسبب الصدمة الأولى. رد الفعل المنعكس هذا يدفع الراكب للأمام فيصدم في كثير من الأحيان بالزجاج الأمامي أو عجلة القيادة، أو يقذف في كثير من الأحيان فعلاً بالراكب خارج السيارة. أثبتت الدراسات أن حزام الأمان بإذن الله يخفض حالات الوفاة نتيجة حوادث التصادم بحوالي 90%، والإصابات الخطرة تنخفض تقريباً إلى 51%. أما حالات النجاة التامة في الإصابة فهي بنسبة 55% تقريباً نتيجة استخدام حزام الأمان. بالنيابة عن الإدارة العامة للمرور أشكركم على تعاونكم.